كابتن، واحد من نجوم مصر ونادي الاهلي السابقين ومدير الكره في نادي الاتحاد السكندري كابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد، ازي حضرتك؟ وتحيات النجوم الموجوده، كابتن عادل وكابتن بلال. تحياتي ليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. تحياتي للكابتن عادل طعيمه كابتننا الكبير، وكابتن احمد بلال ومشتاق. الله يخليك يا وليد، تحياتي ليكم كلكم. يعني يا كابتن وليد، وحشنا ده اولا، وحشتنا العزومات الكبيره والخروف اللي جواه اسمه ايه، ورق عنب والحاجات الحلوه دي. بس يعني خروف جواه ورق عنب، يعني حاجه جميله جدا. الكابتن وليد بصراحه يعني هو الخروف كان متغدي ورق عنب الظاهر. ورق العنب كان سخن جدا كمان، دي المشكله. منور يا كابتن وليد. حبيبي كابتن وليد، يعني خليني اسالك اولا، ان احنا كان موضوعنا النهارده كنا بنتكلم على اعارات اللاعبين و اعارات اللاعبين من داخل النادي الاهلي للانديه الاخرى. فحضرتك عندك فوزي الحناوي وعمار حمدي، اثنين من المعارين، هل من الممكن ان يكون لهم مستقبل خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي ومع نادي الاتحاد؟ احنا واخدين من النادي الاهلي اثنين لعيبه اعارات، نعم، فوزي الحناوي وعمار، والاثنين لعيبه موهوبه، والنادي الاهلي يعني شاطر في الحته دي، ان هو بيطلع اعارات علشان اللعيبه يعني بلغه الكوره كده تستوي وتاخد عدد من المباريات. الاثنين لعيبه موهوبه والاثنين مهاريين جدا، والنادي الاهلي ده بيعمله ده صح، يعني ان هم بيلعبوا عدد من المباريات، النادي الاهلي يتابعهم ويشوفهم ويستلم تقارير عنهم ويشوفهم قدامه في الملعب، وبعد كده بقى المدير الفني طبعا هو اللي يقرر بقى احتياجه ليهم يرجعوا ولا يكملوا الاعاره، يعني دي حاجه برضو بتخش الجهاز الفني طبعا. كابتن وليد، الاسبوع ده الحقيقه كان اسبوع فيه كره حلوه كتير، ايه رايك في هذا الاسبوع في الدوري العام بشكل عام؟ الدوري العام بشكل عام. بص، هو يعني اكيد الاهلي والزمالك تحديدا ومعاهم بيراميدز دلوقتي، لما بيكون ادائهم في الاسابيع كويس ده بيوصل الاسبوع كله، فالاهلي كان متالق وتفوق على نفسه وقدم واحد من احلى الاشواط اللي ما لعبهاش بقاله فتره كبيره جدا، الشوط الاول في المقاصه، وكسب مكسب كبير. الزمالك وبيراميدز مباراه برضه رائعه، المباراتين فيهم 9 اهداف. نعم. زائد كمان الاثاره بقى اللي موجوده في الدوري، يعني كانت فيه طبعا لقاءات وحشه، يعني خليني اقول لك سموحه وهندي لقاء وحش قوي 0-0. نعم، لسه كنا بنتكلم. بتروجيت برضه 1-0 لقاء برضه مش حلو. يعني في مباريات كده وفي مباريات كده. لكن ايضا عوده الاسماعيلي والمصري للمكسب هذا الاسبوع، اعتقد ان هي لان احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الانديه الجماهيريه يعني طبعا كل الانديه بالنسبه لنا سواسيه، ولكن الانديه الجماهيريه هي الاهم الحقيقه خلال هذه الفتره، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، الانديه الكبيره. ده اكيد طبعا، اكيد ان الانديه الجماهيريه يعني اكيد طبعا وراها جماهير كبيره وبتعشق فرقتها، والدوري السنه دي صعب، دوري صعب. خد بالك، اي فرقه هتكسب مباراتين ورا بعض هتلعب على المربع الذهبي، واي فرقه هتتغلب ماتشين ورا بعض هتلعب على الهبوط. مظبوط. المساله السنه دي صعبه شويه. كابتن وليد، لو انا سالتك دلوقتي مين اللي هياخد الدوري، او سالتك مين اللي هينزل، هتقدر تقول لي ولا لا؟ لا، مستحيل مستحيل مستحيل. بصراحه السنه دي معقده جدا، السنين اللي فاتت كنا بنشوف بين الدورين بيبقى في تقريبا فرقتين مسلمين وفرقه بتنافس، يعني بتنافس فرقتين ثلاثه، لكن بيبقى في فرقه او فرقتين واضحين قوي ان هم يعني نازلين. صح. وفي فرقه بيبقى فوق برضه، الاهلي دايما كان بيبقى ثابت بشكل كبير. السنه دي خليني اقول لك ان الزمالك يعني شوية فارق بحكم النقاط، نعم، لكن في الآخر برضو الأهلي وبيراميدز وعودة الأهلي القوية دي ممكن يلحق، وإن كان من المواسم الصعبة برضو، لأن نادي الزمالك مركز قوي وعامل فرقة كويسة السنة دي. نعم. سواء على الفوز بالدوري أو في الهبوط المسألة صعبة جدا. تمام، انا بشكرك جدا يا كابتن وليد على هذه المداخله، ربنا يخليك. كابتن وليد صلاح، مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري.